أوروبا ليست إلا إحدى الوجهات التي يقصدها الدواعش، بينما يبقى هدف الكثير منهم إعادة التنظيم، ومع عمليات الهروب إلا خطوة أولى فقط. دولة الإسلام باقية بإذن الله تعالى. بإذن الله ترجع تدوس على رأسكم بالحذيان بإذن الله. خطورة عمليات التهريب هذه تأتي من خطورة العقليات المتطرفة لبعض هؤلاء المعتقلين، والتي ما زال العديد من النساء والأطفال في مخيم الهول أو ما بات يدعى أكاديمية أشبال الخلافة يحتفظ بها. أبو بكر البغدادي وصانا إن هذا الخمار إحنا ما ننزعه، وصانا بالدين، وصانا بالشرف، وصانا بالعقيدة، يعني من وصانا هذا الشيء إحنا ما نخلف وعده. أدرى أتمنى تبون يا الله، والله فيه ويدفعوكم. تحول المخيم إلى نموذج مصغر لتنظيم داعش يشهد نفس أنواع الإرهاب ولو بشكل مصغر. هذه المخيمات مثل عين عيسى والهول هي الأرض التي سيعاد فيها إحياء تنظيم الدولة، المكان الذي سيخرج منه أشبال الخلافة ليتم تجنيدهم من قبل داعش. لا يوجد لدي ذرة شك في أن التنظيم يعيد تجميع صفوفه ولديه الوسائل المالية للقيام بذلك، وبالنظر إلى المنطقة وحالة الفوضى التي نشهدها فلن يكون من المفاجئ أن يعود داعش بشكل أقوى مما كان عليه. نحن نعلم أن أيديولوجية داعش لم تهزم، نحن فقط قمنا بهزيمة الأعراض، ولكننا لم نعالج الأسباب الحقيقية للمشكلة. عناصر تنظيم الدولة الذين تركوا بلادهم للانضمام لجماعة تتطابق وأفكارهم المتطرفة يشحذون كل يوم هذه المعتقدات في ظروف بعيدة عن أي عمليات إعادة تأهيل، ويتشبثون كلما سيطرت الفوضى بالهدف الذي أتوا لتحقيقه. وما ظنه الكثيرون نهاية لداعش قد يكون بداية لتنظيم أكثر خطورة وعنفاً.